هجوم واسع للجيش اليمني والقوات السعودية والإماراتية على القاعدة ومقتل 800 من عناصر التنظيم. واشنطن تعتزم الإعلان عن نشر 250 عسكريا إضافيا في سوريا. المعارضة السورية مستمرة بمقاطعة مباحثات جنيف حتى تنفيذ النظام لجميع الالتزامات الإنسانية الدولية. ولي العهد السعودي يزيح الستار اليوم عن رؤية المملكة للعام 2030. بعد 12 قتيلا اتفاق على وقف إطلاق النار بين البشمركة وميليشيا الحشد في طوس خورماتو. تقرير أمريكي مرتقب لتصنيف ميليشيا حزب الله كمنظمة إجرامية عابرة للحدود.